هل فرايديز للأغنياء بس. هيو، ناس كتير فاكرة ان فرايديز للأغنياء بس، ودي كانت حقيقة قبل ما نشغل محركات بحث الهكساتو. ولما تعرفش فرايديز فطبيعي عشان يرحم والديك اطلع بينا على تي جي اي فرايديز. واكتشفت انهم عاملين منيو جديد اسمه لانش اكسبريس، فيه 7 وجبات جديدة وبطاطس وكولا ريفيل وتحدي الساعة الرملية وتحدي اكبر برجر وحاجات كده. فيلا بينا نشوف ايه الحوار ده. بتدخل والمكان جوه حوار، بس انا بحب الاوت دور. ولما الجرسون يجي لك اطلب منه المنيو الجديد، منيو لانش اكسبريس حياك الله. وهو عبارة عن منيو متاح من الساعة 12 لحد الساعة 3 من الحد الخميس، أي وجبة فيه ب87 جنيه، والأسعار لا تشمل القيمة المضافة ورسوم الخدمة، يعني كله 114 جنيه بالظبط. ولما بتطلب بيجيلك ساعة رملية عشان لو الأكل اتأخر عن ربع ساعة تاخده ببلاش. أنا طلبت الأكل أقسم بالله ربع ساعة والأكل ما جاش، ما دفع جنيه. نكد. وتقدر تختار ما بين ستيك راب او 2 سلايدر برجر، بيف او تشيكن، او باستا تشيكن اند تشيز، او ويكيد تشيكن، وحاجات تانية كده. الاكل خفيف ولطيف، واحلى حاجة في فرايديز ان الكل عندهم ريفيل ومش بتحتاج تقوم تملاها. وانت قاعد اول ما الكوباية بتعدي نصها حد بيجي يبدلها لك بواحدة تانية، يعني بتفضل تتبدل طول ما انت قاعد. 4 9 16 25 36 144. وفي منيو تاني اسمه الاي اف برجرز، تحدي البرجر العملاق. بيتحدوني ايه تحسبونس. وعبارة عن سندوتش برجر كبير كبير وفصيل. في النهاية حبيت أوصل لكم إن حتى المكان اللي للأغنياء بس فعلا أكيد في طريقة نخد بيها التجربة على قد فلوسنا. فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.